إذن هي انتخابات فارقة في تاريخ فرنسا. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الخبير في العلاقات الدولية طارق البرديزي. سيد طارق بعد التحية، كيف يمكن أن يؤثر صعود اليمين المتطرف وبشكل جدي على السياسات الداخلة؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. بالفعل هناك مخاوف من تصاعد ذلك اليمين المتطرف الشعبوي، سواء كان في انتخابات فرنسا سواء كان في بقية الدول الأوروبية، ويعني شهدنا ذلك يعني عندما كانت هذه النجاحات أو المكاسب التي حققتها تلك الأحزاب اليمينية في الانتخابات الأوروبية الفائتة يعني في عدد من الدول، شعر معظم المثقفين والنخبة والصحفيين بذلك بتلك الخطورة وهذا القلق من تصدر اليمين المتطرف في صدارة المشهد الأوروبي. وأتصور أنه فرنسا بلد مهم، فرنسا تقود الاتحاد الأوروبي سياسيا كما تقوده ألمانيا اقتصاديا. أتصور أن يعني فوز اليمين المتطرف كما أشرتم في استطلاعات الرأي لها مخاوف كثيرة فيما يتعلق بهذه الانعزالية، كراهية الآخر، كل هذه يعني مخاوف أيضا من شأنها أن تساعد. طيب سيد طارق، لو تحدثنا عن أبرز الملفات التي تنتظر البرلمان والحكومة المرتقبين، كيف يمكن لنا أن نطرح هذه الملفات، خصوصا ملفات الهجرة، ملفات الرأي والقادة، وأن هناك صعود حقيقي لليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية على سياسات الشرق الأوسط إنجاز التعبير، على القضايا الملحة وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية؟ يعني فيما يتعلق بالتأثير على القضية الفلسطينية تحديدا، فأتصور أنه ليس هناك كبير فارق فيما يتعلق بذلك، ذلك أن الدور الأوروبي أصبح دور باهتا متواضعا أقل فاعلية وتأثيرا فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وهو تابع في كل الأحوال للسيد الأمريكي، فهو تابع في هذه الحالة، فما بالك عندما يصعد اليمين المتطرف ويكون متناسقا ومتماشيا اكثر ومتماهيا مع سياسات دونالد ترامب، سيكون اكثر يعني تبعيه. اما فيما يتعلق بالملفات وذلك التنافس في فرنسا وفي الدول الاوروبيه تحديدا، فملف الهجره هو الملف الاكثر بروزا واهميه، وهو الذي يعني بيتصدر ذلك المشهد، وهو الذي بيلعب ويجيد به تجيد هذه الأحزاب المتطرفة وتقول إن هذه الهجرات غير الشرعية التي أثرت على مستوى معيشة الأوروبيين، وهم يزاحموننا في فرص العمل، وهم مختلفون عنا في طباعنا، في الهوية الفرنسية، في الهوية الأوروبية، في غير ذلك من أمور. أيضا يعني ملفات عديدة بتتعلق بالضرائب وبتتعلق بكيف يمكن ارتفاع، كيف يمكن العمل على خفض هذه الأسعار، أسعار السلع والمعيشة، نظرا للظروف وللأسباب التي تمثلت سواء كان في حرب روسيا أوكرانيا، سواء كان في جائحة كورونا، إلى غير ذلك من أسباب الرئيسة. ولكن في نهاية المطاف والقول نستطيع التأكيد على الآتي، أن استطلاعات الرأي تؤكد على أن أوروبا تشهد ذلك التزايد وذلك النمو في شعبية اليمين المتطرف، حتى أن يعني اليسار يأتي، هذا اليسار أيضا المتطرف يأتي في ترتيب ثال لليمين المتطرف، بعيدا عن فكرة الوسطية التي تمثلها أو يمثلها إيمانويل ماكرون وفريقه. وكل ذلك له مخاطر جمة، سواء كان في وضعية فرنسا كدولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الحرب ما زالت. لو نظرنا إلى الصورة بشكل أعمق سيد طارق، عن تغيرت الأنماط الحياتية في دول أوروبا من تصاعد اليمين المتطرف في بعض الدول، هل لذلك تأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي وشكل الحياة في القارة الأوروبية في السنوات القليلة القادمة؟ بالفعل شكل الحياة سيختلف تماما، وسيكون هناك هذه الانعزالية، وسيكون هناك عدم ذلك الاهتمام والإيمان بفكرة الاتحاد والأمن الجماعي والمنظمة أو التنظيم الدولي، وسيكون هناك ذلك التوجه لفكرة الانعزالية وفكرة القومية، وأن الكل يبحث عن مصالحه فقط بعيدا
عن فكرة الاتحاد الأوروبي مثلا، بعيدا عن فكرة الأمن الجماعي والتنظيم الدولي وغير ذلك من الأمور، وكل ذلك يتماهى مع موجة صعود اليمين المتطرف. شاهدنا ذلك في البرازيل عندما صعد بولسونارو، وجدنا ذلك في المجر عندما موجود الآن أورفان، وجدنا ذلك أيضا في إيطاليا في النمسا في هولندا. هناك صعود كبير متنامي ومتسارع لليمين المتطرف في أوروبا، مما يعمل على إضعاف هذه القارة الأوروبية ويجعلها أكثر تبعية وأكثر ضعفا على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والنفوذ في كل القضايا الدولية أو العالمية. ربما ستظل التبعية الاقتصادية والتبعية السياسية للقارة الأوروبية العجوز تابعة للغرب أو للولايات المتحدة في السنوات القليلة القادمة. على كل أحوال، كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الخبير في العلاقات الدولية السيد طارق البرديسي، شكرا جزيلا لك.